مرحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، فقرة السياحة والأثار. وزي ما قلنا لحضراتكم بنحتفل مع حضراتكم النهاردة بعيد الصليب المجيد، وخصصنا الفقرة عشان نتكلم فيها عن مدينة أريحة في الأراضي المقدسة، وده علشان يعني ما يوجد فيها دي المدينة من أثار ارتبطت بشخصيات كمان ارتبطت بالصليب، منهم من انتظر الصليب والخلاص كالأنبياء، ومنهم من عاش أيام الصليب زي القديسة فيرونيكا التي مسحت وجه السيد المسيح في طريق الصلب. هنتكلم أكتر عن مدينة أريحة ونتكلم عن الاحتفال بعيد الصليب المجيد. احنا معانا عبر الهاتف أستاذ زكي رمزي، المرشد السياحي بالقدس والخادم بالأراضي المقدسة. صباح الخير يا أستاذ زكي، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير أستاذة ريني، وكل سنة وحضرتك وكل المشاهدين طيبين يا رب بمناسبة عيد الصليب. أهلا بحضرتك معنا. خلينا نتكلم في الأول يا أستاذ زكي يعني عن مدينة أريحة. أين تقع مدينة أريحة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ تمام، احنا طبعا هنزور مدينة أريحة النهاردة علشان ناخد بركة زي ما حضرتك قلت أنبياء العهد القديم. نعم. والقديسين بتوع العهد الجديد اللي عاشوا الصليب. الصليب رمز للضيق، رمز للألم، رمز للمشقة والاحتمال. في مدينة أريحة زي ما قلت حضرتك أشخاص عاشوا هذا الألم وهذا الضيق وهذا الاحتمال. مدينة أريحة هي مدينة فلسطينية تاريخية قديمة، تاريخها يعود إلى 10,000 سنة قبل الميلاد، وتسمت بأريحة نسبة لأريحة أحد أحفاد نوح من ابنه سام. الأريحة بتقع في الضفة الغربية بالقرب من نهر الأردن شمال البحر الميت. نعم. على مسافة 38 كيلومتر شمال شرق مدينة أورشليم، لأن هي تعتبر البوابة الشرقية للأراضي المقدسة. مدينة أريحة بتقع تحت مستوى سطح البحر ب 250 متر، ولذلك هي مدينة بتبقى مدينة دافئة بتعتبر مشتى. ده موقع مدينة أريحة، والصورة اللي موجودة هي الواجهة بتاعة مدينة أريحة، ومكتوب عليها مدينة أريحة اللي هي مدينة القمر نسبة إلى يرحو اللي هو بمعنى اسمه القمر. تمام.